طيب انا عايز بس انا دي ما وضحتهاش في الاول. السيد فاروق ده راجل مسؤول في اداره المباريات في مانشستر يونايتد، ادار عدد كبير من المباريات مع مانشستر يونايتد. يعني ايه اصلا اداره مباراه؟ عشان برضو اداره المباراه بالنسبه لنا بتفكيرنا هو اداره المباراه مثلا تحكيميا، اداره المباراه مثلا فنيا، يعني ايه اداره مباراه اصلا؟ يعني اداره الماتش اللي بيحصل فيه ايه؟ صح. ده على مستوى تفكيرنا او فهمنا كجماهير او حتى متابعين. هي اداره المباراه يعني اداره المباراه عندنا بتبدا اسبوع قبل الماتش. عندنا دي تقصد بيها مانشستر يونايتد؟ يعني مش لازم مانشستر يونايتد، او ممكن ان انت قدرت اكتر من مباراه لمانشستر يونايتد. 92 مباراه، فده رقم عظيم يعني اكيد. 92 ماتش داي هايل، تمام. منهم بقى الفريق اول حوالي 60 تقريبا، والفرق اللي تحت 23. وطبعا بتشجع مانشستر يونايتد؟ لا انا بشجع ارسنال اصلا. طيب هم كانوا عارفين على فكره. انا كنت عايز اشكيلك احزاني في مانشستر يونايتد، بس خلاص اتفضل كمل، انا اشكيلك بعدين بقى. هو كمان كان يعني باي ذا واي، بس علشان الناس بس تفهم، وما كان احسن لهم ان انا ما بشجعش مانشستر يونايتد. يعني انت لو شفت مكتبي مثلا يوم المباراه، انا الجراوند قدامي وقدامي الشاشات بتاعتي، فانا لو دماغي في الماتش طبعا بشجع، هتسرح بسرح، هتنفعل مع المباراه. فانا ماليش دعوه بالماتش، انا شغل بس، الشغل اللي قدامي لازم اشوفه. طيب اداره المباراه، اداره المباراه دي احنا بنبدا ب عندنا سيكونس كده بنمشي بيه من قبل المباراه باسبوع. ده بيبقى الاجتماع التحضيري. الاجتماع ده بيجي فيه بقى ناس من البوليس، بيجي ناس مثلا من الطقس، ناس بتوع الكانسل اللي هم الحي والمحافظه والمواصلات. احنا بقى بنبقى قاعدين مع الناس دي، لو حد مثلا عنده شايف ريسك مثلا معين فبيريز الريسك ده في الوقت ده، بيقول انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، انا عندي أنا عاصفه مثلاً اليوم ده مثلا، خدوا بالكم. انا مثلا ببقى انا مثلا مسؤول عن الجيتس بتاعت الاستاد، انا مسؤول عن دخول ال 76,000 بني ادم ده المشجعين دولت في خلال 3 ساعات. اوكي، فانا لازم يبقى الجيتس بتاعتي كلها شغاله. ده السيكونس بتاع المباراه. فده اول يعني اسبوع قبل المباراه احنا بنريز اي ريسك مثلا او حاجه زي كده. 48 ساعه قبل المباراه بنعمل التيست بتاع كل السيستمز اللي موجوده. 24 ساعه بنعمل التيست بتاع السوفت وير بتاع السيستمز اللي موجوده جوه الاستاد، من تيكتنج لجيتس لفود اند بافريج لهوسبيتاليتي لكل الكلام ده. 7 ساعات قبل الماتش ده احنا بنبقى لازم نبقى موجودين في الاستاد 7 ساعات قبل الماتش. فبنعمل الريجستريشن بتاعنا، بنبدا السيكونس بتاعنا. 5 ساعات قبل الماتش الكنترول روم بتبدا تعمل بتانيشيت السيكونس اللي احنا ماشيين بيه. احنا عندنا كتاب كده كبير، كل قسم لازم يبقى شايف الكتاب ده، يقعد يقرا الحاجات المطلوبه. عندنا مثلا بلان وعندنا كونتينجنسي بلان. فانت لو حاجه مثلا باظت لازم انت تبلغ فيها في الجنرال شانل. يعني احنا كلنا بنتعامل بالراديو جوه جوه الاستاد، فانا بقول انا عندي حاجه باظت، انا بسويتش على الخطه البديله. هايل، كويس. 3 ساعات قبل الماتش احنا بنفتح الابواب للناس بتوع الهوسبيتاليتي، الكلب اللي حضرتك كنت قاعد فيه ده. كويس، ده 3 ساعات قبل الماتش بيتفتح، 3 ساعات قبل الماتش، وده يعني ساعه زياده، لان احنا انت دافع فلوس زياده. فانت لازم مش دافع فلوس، كان فلوس كتير قوي بيني وبينك يعني. بس فلوس كتير قوي، عرفت بعد كده ارقام غريبه. لا، تذكره الكلاب ديت بتبقى بحوالي يعني فوق ال 300 جنيه استرليني. لكن التذكره بتاعت المشجع العادي بتبقى بحوالي 40 50 استرليني. دول 3 ساعات قبل الماتش. عندنا بقى الاكسس سيستم بيبدا يشتغل، بقيه السيستمز كلها بتبدا انها تشتغل، لان الجماهير اوريدي بدات تدخل. ساعتين قبل المباراه احنا بنفتح الابواب للجماهير العاديه، ودي ليها حسابات. يعني احنا ما بنحددش ساعتين كده جزافا، انت لازم يبقى عندك كميه جيتس كافيه ان هي تملى الاستاد بمتوسط معين في الوقت ده. انت عندك الويندو ديت اللي هي الساعتين، لازم تدخل فيهم على تقريبا حوالي 70,000 بني ادم. فانت لازم يعني اولد ترافورد مثلا في 164 بوابه. كويس، فالسرعه المتوسط بتاع البني ادم العادي ان هو يتفتش ويخش جوه التيرن ستايل ويسكان التيكت ويخش جوه الاستاد دي حوالي 20 ثانيه. هايل، فانت بتدخل كل بوابه بتدخل 3 بني ادمين في الدقيقه.
فلو ضربتهم في 164 واضرب بقى 164 في 60 تعرف الاستاد سعته ان هو يدخل كام فان في ساعه. فعشان كده احنا بنقول ساعتين. الله كويس. فدي ليها حسابات. دخول الناس ليه حسابات وخروجهم كمان ليه حسابات. يعني انت لما بتيجي بتعمل الايفاكويشن بتاع الاستاد لو انت مثلا عندك ايمرجنسي مثلا ولا حاجه انت عندك وقت انت عندك تارجت محدد تعمل ايفاكويشن فيه. يعني مثلا بتقول ايه 10 دقائق حسب سعه الاستاد عامله ازاي. يعني انت استاد مثلا 40,000 بياخد اقل من 10 دقائق عشان تفضيه خالص. الايفاكويشن ده بيحصل للامور بعد الماتش للامور العاديه وفي حاله الامرجنسي الحاله الطوارئ يعني كويس. في الحاله الطوارئ دي ليها خطه والخروج العادي بيبقى ليه خطه برضه.